خير. سيداتي أنساتي سيداتي، قبل ما نبدأ الروبريك نتاعنا أخو باشا حاب نقول لكم اللي نهار 3 ديسمبر أمير سليم السوء عنده عرض. مثل ديسمبر عنده عرض. اسمعني هذه ساعه كونكورون راهو. اسمعني وسيم، مش خاطر انت ما عاد تجي تفرج فيك حتى حد في بالك كارير وساعه تصفيق على امير سلام مسيو. اسمعني امير اجا بعدين لو 3 ديسمبر، لو 3 ديسمبر ولو 22 ولو 24 في الزفير زاد. في الزفير اش خويا؟ في الزفير. على مرسى. على مرسى. بالصبات الاحمر. لا شرينا لبسه جديده سامي للمسرحيه. العباد ما عادش باش تفرق تو وقتاش نفدلك وقتاش نحكيو. نحكيو المره هذه بالرسمي. نحكيو بالرسمي لو 3 ديسمبر عرض في الزفير. في الزفير مسرحيه مش نورمال. مش نورمال. اسمعوا برا وقصهم فماش برشا بلايص في الزفير خاطر نحن الكل ماشيين والله بالحق سامي. لا وانا مشيت مريم. مشيت مريم، مريم زيد فرز. مريم زيد فرز في مريم زيد فرز في المرة الأولى وقالت لي باش تعاود تجي المرة الثانية. ما يخشي بوكو مريم معايا. باش تعاود ترجع. نعم بوزيك. والله حاضر. نعم بوزيك يا فاهم يا عايش. إن شاء الله ديما بنو. نشوفوا مريم معايا في الحاضر. لو 3 ولو 22 ولو 24 ديسمبر في الزفير إن شاء الله. هاي سيدي. جو. شو عملت الجمعة هذه؟ ما عملت شيء. شو ما عملت شيء؟ شو ما عملت شيء؟ معناتها نورمالمون يلزمك تحضر شوية، يلزمك تحضر نكتة، تحضر حاجة تضحك، يلزمك تقول حاجة، ما نعرفش. لا كنجي سامي، عيد ميلادي البارح. ابعثوا لنا هابي بيرثداي. ابعثوا لنا. خلوه صغير مانيش نقول لكم انا قداش عمره. اما راهو ما تبارك الله امريكاني شارف راهو امريكاني ماهوش صغير كيما تتصوروه انتم. اي واش عملت باش احتفلت بعيد ميلادي؟ امه جابت له خبزه دراع. توصية بيور الحكاية. نحكي بجد جو اش عملت؟ لا امي ما زلت هنا ومشينا لايطاليا نابولي. نابولي مشيتوا لنابولي؟ حلوة نابولي مزيانة حلوة. أما حسيت معنا وين مولود البيتزا معنا شيء كبير. أي أما حسيت ضيعت فلوسي شوية. مش فلوسك هذاك. علاش ضيعت فلوس؟ خاطر نابولي كما تونس الشماليه معناها كلها كيف كيف، عندهم السوق، عندهم الفريب، حتى عندهم الباب العربي هذاك مدينه عربي في نابولي. كيف كيف، اما كل شيء اغلى. كل شيء اغلى. فهمت البيتزا هذاك معناها نتاع 5000 هنا تولي 5 اورو. شمازك انت؟ قاعد تحتفلت انت يوم قول. هاي هذاك ايش قلت معناها ضيعت فلوسي. صح عليه معناها في انيفرسير نزلتوا نابولي. انا نزلت الدار مماتي بعد ميلادي قبل. والله لي العمر 20 سنة وباقي شمعة. معناها الدينار بالمقارنة مع الدينار معناها هذاك عندهم اورو والدينار الدينار هذاك هو شنو نعملوا له؟ الدينار مازال باش يطيح ولا نعرف عليه الدينار انا باش يطيح والجوال ولا يتبع في الدينار يطيح ولا يطيح يعني بكش توا مازال قال لك الدينار معناتها. عندي فكرة. شنو هي الفكرة؟ خلصني بالاورو. قال لك امك كريلها في جبل الاحمر. ولد الراجل جيت نفدلك معاه قال لي خلصني بالورو جوال حاسين كل عام وانت حي بخير سلم على مامتك كل سنه وانت طيب خلصني. سلم على مامتك. جمهوري العزيز، سيداتي انساتي سادتي ضيوفي، باش نقول لكم اللي اميمه بن حفصيه في التمثيل اقدم واحده فينا الكل لهنا، اقدم من ولايه منوبه، أقدم من سواخر، أقدم من مطار نفيذة، أقدم من مطار نفيذة، أقدم من سواخر، أقدم من نعيمة بيتها. أقدم لا نعيمة أقدم من استدراد. مانيش نفضلك أقدم من استدراد.
أطول كارير موجودة لهنا هي الكارير متاع أميمة بن حفصية. ديما والدليل مرة. والدليل من إيش نفدلكوا والدليل أعطيونا الدليل على الكلام اللي قاعد نقول فيه. أهيا أهيا عودت ليها فيا جوخ حبيبي يا ربي نقول لي هام بارك حنين استنني العشوة نروحوا مع بعضان تلمد معي عودة تحتب تعاوني على الذقي خايتي يوم فضي ذي ويقول حد نادي بالكاتينة مش هتر يا سيني جو سوي ديزولي هي عندها كاريرها أربع سنين ديجا باش نقول لك يعني ديجا كاريرها أربع سنين ولا معناتها قبل المسلسل هذا اللي هو منام التعروسية سي ديجا سي ديجا انتي خادمه مع نوري بوزيد مش تفدليك معناتها بوبي دارجيل هكا ولا لا اسمع انا جبرك تبدلت تنصوب معناتها قال لك نهار اللي هبطت بن كرشم ما كوبي اون كوبا رفيق صراحه حاجه روعه سيدي لا لا امانه ما تحكيش على الشعرات انتي سواتش ما يتبلش كي تعوم شعرك به اسمعوني الاولاد صليوا على النبي خلينا نشوفوا اللعبه الجديده اللي حضر هنا فريق الاعداد الكروسا به هنا فما كروسا كروسا عندك انا عربي كل ليله تروح كروسا يا ويلي يا ويلي يا صعيب كمان به لهنا عنا كاروزا في براس عنا بيبي هو زعما زعما نمثلوا احنا هي مسرحيه حط صدق خلاص عنا بيبي ترى ها خذوني انا نغزل بيبي ترى بيبي 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 يعني باش تجيو الكل تدوروا بالبيبي ويلزمكم ياخذوا لكم كلمات وكل واحد يحكي له حكايه بالكلمات اللي باش يقراهم غادي من بعد كان حكايات بهين باش يقعد ساكت كان حكايات مستين البيبي باش يقوم يبكي كيف البيبي باش يقوم يبكي انتوما وقت يزوكم تغنيوا له غنايه اون بيرسوز ني 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 نجربوا وسيم مريم اميمه وامير اي امشيوا دوروا بالبيبي حقا نسيت نقول لكم اللي زاد باش يلبسوكم دي ماسك نتاع دي فونتريلوك نسيت تقعدوا هكايا ترى لي اسيستون صفقوا عليهم بلاي بلاش بيهم ما نجموش نعملوا الميسيون هذا باش يلبسوكم دي ماسك دو فونتريلوك باش بيكم ما نعملوا جاي وراسي يتصرف وحدك اسمعني واحنا نستناو فيهم يلبسوا فيهم على خاطر باش يقعدوا لنا 100 سنه سمعنا حاجه فاهم ياي سلمتك بيد الله يا محملني آسيا يا ريت ما شفتك وشابك عليا يا خسارة تعبي ويابا ما تستاهل أنا هواك يا خسارة تعبي ويابا ما تستاهل أنا هواك بيا البسوا حاضرينا بيا شدوا في الكروسة شدوا في الكروسة وقراوا الكلمات راه اعطونا الرطور غاديك على الكرون خلينا نجمو نتبعوا احنا شنو قاعد يصير لا لا عينيا فوالا شو المناظر اللي راه فيهم مسكين البيبي هكاك اي البيبي باش نبداو تحكي له في حكايه اول كلمه هي ظافر العابدين كان يا ما كان بيبي صغنون تولد شبه الباخر العابدين وكل بيبي وكل بيبي كلمه يا سيدي تاكسي تاكسي وش يعمل كل بيبي اقلق البيبي وش يعمل كل بيبي شي يعمل؟ خرج من القهوة مع أصحابه ووقف أول تاكسي وماي ما عندك زقوق وي؟ وي بيبي طلع مع سابا ووالدي نرفزو تاكسيستي خي ضربوا بصحفة زقوقو في وزيو ما تتغسس يا بابا راو زقوقو بربعة سنين فراو نعم بوزينك زي بابن بابن كبير وانا رازل قرب راسك قرب راسك بابن يعمل سليك بابن يزينو زيدو لحية يا ريم عمام بابن يزينو ولدي بكيتي ترى توا غني له مريم غني له انت ترى غني له وين؟ إن سوغي فيرت فيها كورة يا مريم فيها كورة سوغي فيرت وين؟ كورة غني له بكورة بكورة غني له سوري فيرت يا مريم البيبي هذا مش من مصر يا مريم خاطرك البيبي يا مريم غني له مش سوري فيرت معناتها إيش هذا كورة 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 بيبي تأثرت النورة كورة مش كورة بيبي يحب على كورة لي بتأثرت النورة بيبي يحب على كورة حمامي حمامي طارت
طارت للعالي عالي تسكيلو يا نميمة يا نميمة يا نميمة يا نميمة ليلة لو باقي ليلة ليلة لو في الكوجينة نظرة تحاجة تنسي دخلتو دخلتو للكوجينة خرجتو من الكوجينة وعطيتو بوسة بنينة وعاودت على مريم مريم أمو مريم إبرة 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 نحب الخبرة إبرة إبرة نحب الخبرة يا صغرون يا تحفون في عدني ليدك نهدي لك إبرة شايب بيبي يا بيبي أسمع توا نعيتوا الجمعية سيرين نبداو بالكلمة الأولى اللي هي ظافر العابدين مرة أخرى ظافر العابدين سيرين يا برا يقول لي احكيو على وليد مزيان بوغوس ياسر اسمه ظافر العابدين كي شافته مرة قبل فهيتة عملت عليه في البغبولي ما خليت حتى واحدة تقرب له حطت زادة القناصة ياكل وليد ياسر ياسر مزيان هو خارج مرة عنده رونديفو مشي باش يوقف تاكسي يا بنتي سألي سي التاكسي اللي معاك ما تخلي العباد تخدم معاك يا سيري يا فهمي تاكسي عندك تاكسي ماني ظافر العابدين باش ياخذ تاكسي وباش يمشي حارس بلده وباش ياخذ له برشا فازات ومحلاه وباش يطلع مثال طلعت المرأة تاكسيستية طلعت المرأة تاكسيستية قالها مش مشكل نمشي معاك قالها مش مشكلة تو نمشي معاك مشي معاك ما حبش وبعديك كي جا ماشيين في ثنايا فهموا شنو باش ياخذوا شنو باش ناخذوا شنو باش ياخذوا جا في بالهم المرأة التاكسيستية قالت له راهو كل عام وانت حي بخير قالها خش فما هو قالت له ما هو راس العام العربي تفكر هز ولده ومشي باش ياخذ له زقوده وظافر العابدين عنده شلاغم كبير كبير ياسر جوال البيبي قام يبكي توا اسمك تغني له اغنيه برا سعدينا سعدينا والخطابة تخدمها والكرة غنيوا له ترى غنيوا له غنيوا له سعدينا غنيوا له مظلومة ترى البيبي سعد 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 مظلومة يا دنيا رجل فيك العين الكذب ياسر والغدر ياسر الكذب ياسر والغدر ياسر يا دنيا شي عجيب يا دنيا شي عجيب والله دنيا شي عجيب تصفيق على فريق سيري وان شاء الله حمايه الطفوله ما يشكيوش فينا مسكين البيبي هذا عملتوا فيه البيبي ان شاء الله حمايه الطفوله يخليونا رايدين جمهوري العزيز حاجتي بخدماتكم الثمينه عندنا فريق مش انا ما عندنا لابلوديمتر لابلوديمتر عندك فريق مريم بن مامي فريق سيرينا توا يظهر لي بسنة عداو حاجات يمكن لا لا معناتها هذايا شوية نني جاك النوم يمكن ماهيش جوكم برشا أما نتوقع اللي لهنا باش تلقاو رواحكم في الفقرة الموالية اللي اسمها قمشطة أميمة وي تشتح ولا ما تشتحش؟ نشتح ما يجب على ترب وفلس على ترب وفلس وميمة نورمالمون فا افوار دي ستيل ديفيرون اللي هما شوف معايا على الاكران غاديك بوس الواوا زوالي فاي فاي
فاي عرفت فاي نعرفها على الاخر قالش خطيك فاي جات يو فريكون وديسباسيت داكورد ولا لا تحط لي في قلبك الكل على خاطر بعديك عندك مريم بن مامي تصور تربحك مريم بن مامي في شتيح تصور تربحك سيرين في شتيح ولا تصور تضحك سين في شتيح معناتها شو يقولوا علينا معناتها والله بعد كاريرك وعزك وديلك وكذا وكذا ولا يربحك في الاخر ميقالو ليه صعيب شويه صعيب شويه شوف وميمة جو اون يظهر لي تايم اوت خمسة ثواني ونرجع في فايت يظهر لي في فايت ماكش تستعمل في ادوات العمل الصحيح وانت تصرف انا قلت لك انا قلت لك وانت تصرف حسين وبرا برا نعاود فاي اما انت تشهدوا كان طردتني نعيمه بالداري سكرني سمير فاري فاي امير يا معايا فاي يا دوري سافا ما نجم نجاوبك الا ما نشوف مريم بن مامي مريم بن مامي مريم باش تشدح اعلى تراه وريونا كيغدلو شنو هذيك؟ مريم شنتاري حسيرو الثانيه تونا شنو؟ لا لا بومبا ومريم وماي هامب كان صدقني ربي ماي هامب ماي هامب ماي هامب ماي هاب ماي هاب ماي هاب ومريم هذيك شنو هي؟ ومريم تلقاها مريم مريم ها ولا مريم مريم كي ولا ما نعرف حسيرو نبداو بكور دو لو ليتس جو ليتس جو كور دو لو ما تشوفوش La lumière de fond frimé, la folie de rester sage si elle veut.
اسمع اسمع نحب نقول حاجتين مهمين بربي اسمعوني بالحق فما حاجات لا اخت تفدليك فما حاجات توجع القلب مخيبها الدنيا كي تدور يا حسر على جوال 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 مخيبها الدنيا كي تدور كمان مخيبها الدنيا يبدا حي كي يتحرك اليوم فهمتوش من الذباب اليوم لابد للبومه اخويا ما فهمتش شنو هي الحكايه بومو في تونس شنو هي الحكايه شنو هي الحكايه شبيك لابد للبومه باهي الحاجه عيد ميلاد وعيد ميلاد الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه اللي نحب نقولها اللي عمري ما ريت جماعه حتى في قلبها تحب تربح فقرة كيما اليوم على خاطر أميمة قبيلة بجنبي أنا خير أنا خير أنا خير إدافي أنا خير أنا خير أنا خير كيف هبطني قالوا زعما أنا خير زعما أنا خير زعما أنا خير زعما أنا خير باهي دونك هو رأي والله ما كانتش مبرمجة بكل بكل ما هوش باش نعمل باش نفضوها باش نعملوا هي ماهيش بريفو أما أون فا أورغانيزي بصفة استثنائية أون باتل أميمة إيش أميمة إجا لهنا دختر أميمة إجا قعد من هنا كل واحدة سيرين باهي توا كل واحدة فيكم تختار واحد باش يجي معاها شكون تحب تختار؟ أميمة فيسا أمير بيان سور أمير ميقالو ميقالو سيش باهي سنة 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 بالطريق تختاروا تختاروا بالطريق بشوي ما تحشوش ومن بعد شكون تختار؟ جويل جويل جوين جوين سيرين شكون تختار؟ مريم مريم باهي ما توجعش منها شكون تختار؟ الزعربي الزعربي فهمي خسر باش تعرف فهموني وجو فهمي جا فهمي والله ساعة عربي كان يسال به فهمي عربي كالعادة فهمي جو يلا كيفاش ما عيطوش الميسي؟ بوست بروف بقى العب موسيقى ابدلها وميمة ابدلها
مستحيل كانت زهرة من الأول معناتها من الأول في أمير كله يا بدل لحية بلحية شوفوا المدينة كلها عندنا جمعية أميمة وجمعية وسيم بالله قولوا الحق يا ولدي معنا جوال معنا جوال شوية نظام عندنا فريق أميمة فريق وسيم ميغال سي بيزار لي سي با بيزار شيء عمري ما ريته سي سامي بدي دور على البلاتوات توا واحنا غور ربحناك ربحناك سامحني اما العرض اللي عمله شنو انا من اللي بدا البرنامج هذايا من اللي بدا البرنامج هذا عمري ما لقيت واحد تحكي مواسيم بالجوريه معك هو بالجوريه كله كله لحظه لحظه اسمعوا حبيبي صداعكم لوكات عندي عبف ان شاء الله ربي ينورني وبحزامي خلطت جبتها بحزامي اسمعني بعد الخماضه هذه الكل هذه أمور جدية. الأولاد جانا في عقر داري نراه. شفت جانا في عقر داري. شبينة نصور نحن يا أخي. يا أخي سامي قالك تسطح له كورة تجي عند نافل في أمور جدية. ونافلك شميت تسطح. باهي نمرو حلو برشا. تصفيقة على أنيس الغربي شو اسمه؟ شيرين وفاتن شيرين وفاتن برافو اسمعني عندي سؤال هو مش سؤالي انا راهو عربي وانت قاعد تخدم وكذا نقول لك كيما قالها لي هو بالضبط قال لك هالسنادق اللي خرجوا في البنات منين شريتهم؟ لا انا اخذ فديك برافو معناتها شويه ستيل دافيد كوبرفيلد ولا نغلط اكزاكتومون معناتها لي غران نيميرو في لاس فيغاس هذوما داير يخدموا فيهم في لاس فيغاس توا مالا ستيل نور الدين بالعياد يعمل فيهم دافيد كوبرفيلد لا 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 وانا وجع لي قلبي يا سامي زعما قطع ماشي نكوي يا ولدي عليه يا ودي تبارك الله عليك صح بالرسم عايشك عايش خويا تخيل انت تروح في الليل قالق فدت تجبد صندوق تعمل هكا خرج اليوم لا محاله مسكينه عاود هي تراك تعاود تختفي انيس سانسيرمون نجم نقول اللي انا عرفتك عندي برشا خاطر خدمنا مع بعضنا في مكتوب مثلت وحتى وقتها كنت ديجا تعمل دي نيميرو دو ماجيسيان اما ليفولوسيون تاع الكارير معناتها فريمون تطورت بطريقه كبيره ياسر برافو برافو عندي une émission de magie
وي ان شاء الله على الحوار على الحوار وي يس بس الله بس الله ان شاء الله تاسفيقه كبيره على انيس الغربي والله